ست دول وطن واحد. إنها رمز للأمن والأمان، لا تعادي وتؤمن بالسلام، ولكن إذا أحست بالخطر فأرضها مصنع الأبطال. أبطالنا ستة يجسدون باتحادهم ما يجمع دولهم من إصرار لتغليب الخير على الشر، يتصدون للأشرار في كل موقع على امتداد الوطن العربي، متسلحين بقدرات فائقة ومهارات استثنائية لا تبرز إلا عندما يتحدون مع بعضهم للتصدي لمؤامرات الشر والغدر. في اتحادهم قوة، وفي مغامراتهم يجسدون القدوة. إنهم أبطال الخليج. كيف رأيت أدائي أيها المدرب؟ لا تسرع عند المنحنى كثيراً، لابد من عمل توازن لانحناء السيارة. حاضر يا كابتن. لقد طفح الكيل، لقد خسرت من الرجال الكثير بسبب أولاد. أبطال يا سيدي. ماذا قلت يا شامو؟ أبطال؟ لا لا لا، لم أقل أبطال، المعذرة، هم صبية وسوف نتغلب عليهم. إذا فشلت في المهمة القادمة سوف أقطع رأسك أمام الرجال جميعا لتكون عبرة لهم. وما ذنبي أنا يا سيد ليفي؟ أي دولة سوف يقومون بضربها هذه المرة؟ مع الأسف مملكة البحرين. البحرين؟ بلدي؟ نعم يا علي، لكن اطمئن، نحن لها والله معنا. ونعم بالله، وهل أعلمت السيد أبا سعد بذلك؟ نعم، لديه خبر، وهو الآن في حالة استعداد. ولكن أين ستكون الضربة في البحرين؟ ومتى؟ في حلبة البحرين الدولية في منطقة الصخير، هناك سوف تقام مسابقة الفورمولا 1. علي، ألست مشاركاً في سباق هذه البطولة؟ بلى، وكنت هذه الفترة أتدرب لأرفع علم بلادي عالياً في هذا المحفل الدولي بين أكبر المتسابقين العالميين الذين سوف يأتون من جميع دول العالم للمشاركة في هذا الحدث الكبير. أها، إذن لا عجب أن الأشرار سوف يضربون هذه الحلبة لكثرة الجمهور والمشاركين فيها. نعم، وليشوهوا أيضاً صورة البحرين عالمياً إذا حصل فيها هذا التخريب الذي يخطط الأشرار له. صحيح، هؤلاء الأشرار يريدون الفتنة في أوطاننا، لكن نحن لهم. ما الذي يبرره للسيد ليفي الآن؟ ألا يجاوبني أحد؟ سيدي، لقد فاجأونا وكانوا متحدين. وكانوا مسرعين، وقوتهم كبيرة يا سيدي. كفى.
لا تهمني هذه الأعذار. لقد بذلنا الجهد والوقت وملكنا الرؤية للوصول إلى ما نحن عليه من قوة. لا تضيعوا ما بنيناه. مفهوم؟ مفهوم يا سيدي. مفهوم يا سيدي. وسوف نحقق مهمتنا. يا شباب، سوف أبعث لكم الإحداثيات عبر الرسائل مباشرة إلى ساعاتكم، وما عليكم إلا ضغط الزر الأخضر عند الوقت المحدد للنقل. ما عداي، لأنني سوف أذهب مع أبي بالسيارة. إذن إلى الملتقى. هل شاهدتم شيئا غريبا وغير اعتيادي في هذه الساعة؟ لا، كل شيء على ما يرام. ما أحلى هذه الألعاب النارية. ابدأوا بالانفجار، حان وقت التخريب. شباب، الأشرار، لنعاصرهم. عرفتك، متخفي يا شرير. شباب، بعض الأشرار متخفين ومشاركين بالسباق، انتبهوا. شباب، حاصروا الحلبة. هناك طائرة قادمة في السماء من بعيد، إني أراها. إنها تابعة للأشرار، تصدى لها يا فهد. دعوها لي. تخلصت من شرير آخر. جيد، دون مجهود يذكر. قلعة عراد هذا تعد من القلاع الدفاعية المحكمة. شوفوا قلعة الرفاع، والتي تتميز بموقعها الاستراتيجي العام. جميلة هي البحرين. جميلة هي بأهلها الطيب والكريم. نعم، شعب البحرين شعب أصيل. أين الحلوى البحرينية؟ سمعت عنها الكثير. ولا يهمك، لقد جهزت لكم جميعاً الحلوى البحرينية. ولكن يا رجل، ألم تكتفي بحلوى بلدك؟ لا، ولكن أردت أن أقارن الطعم فقط.